الزلزال يعتبر من الكوارث الطبيعية اللي بتشكل قلق ورعب بالنسبة للجميع، طبعا بسبب ما ينتج عنها من كوارث بيئية وأخرى إنسانية، وهذا اللي شهدناه في الآونة الأخيرة وتحديدا في زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، وأيضا للأسف يعني في الأيام الماضية شهدنا حوالي أكثر من 2000 ضحية بمراكش المغرب بسبب الزلزال. لذلك بعد ما اطلعنا على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سمعنا الكثير من الإشاعات مرة ومرة أخرى تسمى بأنها تنبؤات حول الوضع الزلزالي في الأردن. إذا قررنا أنه اليوم فعليا نفتح هذا الملف ونسأل أكثر حول الجاهزية للمؤسسات اليوم لحتى تكون قادرة تستوعب إشي لا سمح الله ولا قدر الله كارثته كبيرة مثل الزلزال. لذلك بدنا نرحب بضيوفنا الدكتور أحمد النعيمات وهو الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمهندس صخر النسور وهو مختص في علوم الأرض والجيولوجيا. وبدنا نبدأ من المهندس صخر، يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك، شكرا جزيلا. نعم مهندس، بداية يعني احنا عم نسمع مؤخرا بكثرة عن عالم من أي مكان في العالم، منهم علماء بالفعل منهم يعني هم يدوب عندهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، قاعدين هم عم بيقولون تنبأ في زلزال مدمر هنا وزلزال مدمر هناك وإلى آخره. أنا كمواطن قاعد عم بسمع هذه الأخبار وهذه التنبؤات، كيف بقدر أميز مين قاعد عم بيبالغ في هذا الخبر وفي هذه التنبؤات ومين فعليا عم بحكي بناء على علم وبحث؟ شكرا جزيلا وتعازينا الحارة للأشقاء في المملكة المغربية. الحقيقة موضوع مهم ورؤية دائما سباقة لطرح مواضيع استشرافية. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بموعد وقوة ومكان حدوث زلزال، وهذا بإجماع المختصين في علوم الأرض والزلازل، لأن هذه حركة غيبية تحدث في باطن الأرض وهي مرهونة بحركة تكتونية بعيدة عن هندسة الكواكب والنظام الشمسي واصطفاف النجوم والكواكب، لا علاقة لها بها. وبالتالي كل ما يصدر حول هذا الموضوع هو غير مبني على أساس علمي وغير دقيق وغير مثبت. نعم. والمنهجية العلمية ومهندس وإن حدث وكان في تطابق بين تنبؤ ما معين وبين الحقيقة هي فقط صدفة، هي من باب الصدفة، وإن يعني صدفت أنه تطابقت مرة فهي أخفقت مرات. وبالتالي اليوم البحث العلمي لا يعتمد على الصدفة، يعتمد على الوقائع والأدلة العلمية المثبتة. ما يحدث هو حركة تكتونية في باطن الأرض عند حدود الصفائح التكتونية سواء في جنوب تركيا شمال سوريا أو في المغرب، وبالتالي هي ظاهرة طبيعية معروفة منذ مئات السنين كعلم فسرها، واليوم في مقياس ريختر بقيس هذه الهزات، لذلك العلم تقدم في هذا كثيرا وإن ما كان يعني قاصرا العلم عن التنبؤ بحدوث الزلزال. ما الذي يمكن أن نفعله في استهلالك للمقدمة؟ بإمكاننا أن نفعل الكثير، وما نفعله في وقت ما قبل الأزمة وقت الرخاء هو الاستعداد لأولاً البحث العلمي. وكما هو معروف بأن الكوارث الطبيعية عابرة للحدود كالزلازل، لذلك هو يعني أصبح لزاماً ومنطقتنا العربية غير مستثناة من النشاط الزلزالي، وإن كان بأقل حدة من ما يحدث في دول العالم، ولكن مع كل ذلك لابد من أن يكون لدينا بحث علمي يدرس البؤر الساخنة ويتم تحديدها وتحدد الفوالق الرئيسية وحدود الصفائح التكتونية القابلة والتي لديها حاضنة طبيعية أن يحدث زلازل. نعم. لماذا هذا الأمر؟ ليصار إلى إعداد توصيات تقدم إلى صناع القرار عند تخطيط المدن وإنشاء المدن والبنى التحتية والمشاريع الكبرى، لابد أن هذا يتم. ثم أثناء الأزمة لابد أن يكون في إعداد مسبق كما لدينا في مركز الأمن وإدارة الأزمات في سرعة الاستجابة الأولية والدعم اللوجستي والإسعاف والإنقاذ والمستشفيات وخطوط الاتصال والكهرباء وما شابه ذلك. ما بعد الأزمة لابد أن نأخذ العبر والدروس
المستفادة من كل أزمة، ونعمل سوات أناليسيس، نعزز نقاط القوة ونعالج نقاط الضعف. فكل ذلك لابد أن يكون سأعود لك مخطط وعمل مؤسس. نعم سأعود لك مهندس صخر أكثر لحتى نغوص أكثر في التفاصيل، لحتى نشوف كمان إذا التجارب اليوم اللي صارت في تركيا وسوريا برضو بنقدر نستفيد منها لحتى نحمي أنفسنا يعني بأهم قدر ممكن. لكن بالطبع نحن عم نحكي دائما لا قدر الله، وإن شاء الله ما نضطر أنه نروح بهذا الاتجاه. اسمح لي أنتقل لدكتور أحمد إنعيمات. أجريت مؤخرا تمرينات وهمية لمواجهة أزمات كهذه الأزمة، بصراحة شو تقييمكم لاستجابة المؤسسات لهذه التدريبات؟ هذا أولا. وثانيا قدين احنا فعليا جاهزين، او على الاقل يعني مثل ما ذكر المهندس انه بالعاده بيكون في عند البناء او عند تصميم المدينه بياخذ الواحد بعين الاعتبار انه هذا ممكن انه يحصل، فكيف بنقدر نكون عندنا اجراءات وقائيه اكثر؟ اشكرك سيدتي، مساء الخير لك لمهندسنا الرائع مهندس فخر. ستي، المركز الوطني للامن واداره الازمات قام بعمل خطة وطنية للزلازل عام 2019 وقام بتحديثها عام 2022. طبعا استفدنا كثيرا مما حدث في زلزالين كدروس مستفادة في شمال ما حدث في شمال سوريا وجنوب تركيا، وللأسف ما حدث في المغرب، وعزائنا لأشقائنا في المغرب وتمنياتنا لمصابيهم بالشفاء العاجل. طبعا إحنا بعد ما أخذنا الدروس المستفادة، المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات قد أرسل فريقا ميدانيا. هذا الفريق قام بدراسة نقاط القوة لدى الأخوة في تركيا وسوريا ونقاط الضعف لمحاولة تلافيها في الخطة الوطنية. هلا لما نقول خطة وطنية سيدتي، نحن نتحدث عن إطار عام. هذا الإطار العام يحدد واجبات المؤسسات، كل مؤسسة على حدة. هلا كل مؤسسة عليها واجب أن تقوم بعمل خطة تنفيذية لواجباتها المناطة بالخطة الوطنية. نعم، فصل لنا أكثر دكتور أهمية أحمد. التمرين سيدي. نعم. التمرين لو بتقدر تفسر لنا بس يعني مثال على مؤسسة وشو المطلوب من المؤسسة أنها تعمل. نعم طبعا طبعا سيدتي، إحنا يعني ممكن نيجي نتحدث عن الإخوان في وزارة الأشغال العامة. وزارة الأشغال العامة مثلا لها واجبات أن تقوم بتقديم بيانات القطاع الخاص من لديهم معدات ثقيلة تساعد في عمليات انتشال الحطام. وزارة الأشغال العامة تحدد لنا ما هي الطرق البديلة الممكن استخدامها في حال انقطاع الطرق لا قدر الله بسبب وجود زلزال فيها. وزارة الأشغال العامة أيضا تقوم بإعطاء النصائح الهندسية في حال وجود موقف معقد يتطلب وجود عدة مباني متهدمة في مكان واحد، كيفية استخراج الحطام. أيضا وزارة الأشغال العامة لديها غرف عمليات في المحافظات لاستقبال وتلقي أي تشققات في المنازل في حال وجود هزات ارتدادية وإخلاء من فيها. هذا على سبيل المثال سيدتي، لكن التمرين مش فقط بيختبر جاهزية المؤسسات بل يرسخ ثقافة إدارة الأزمة. النقطة اللي تحدث فيها أخي المهندس صخر هي نقطة بالغة الأهمية، يجب أن نطوع العلم في خدمة إدارة الأزمات. وما تحدث فيه المهندس صخر وهو عالمنا الجليل بهذا الإطار قد وضعنا على الطريق الصحيح. هل يجب أن نبني خططنا الوطنية فقط على مبدأ الفزعة أم على مبدأ المعرفة العلمية؟ وهنا يجب أن أنوه، ومن أهم شركائنا المهندس صخر في المركز الوطني لمدارسة الأزمات، أننا عندما نقوم بتجميع البيانات الوطنية نركز في توزيع المخاطر فيها على أولا مثلا المباني القديمة قبل 84. سيدتي إحنا عندنا قاعدة بيانات وطنية بعدد المباني. نعم. وأماكن وجودها وعدد طوابقها وأين هي موجودة، عشان إذا لا قدر الله صار زلزال نعرف أنه في هذه المناطق عندنا أولوية في الاستجابة. أيضا نقطة أخرى وأنت سألتيني عنها، هل يجب أن نفكر دائما في أنه لأنه ممكن الأردن ما يصير فيها زلزال خلال 200 عام هل أنه ما نستعد؟ لا، يجب أن نكون مستعدين. وهنا في نقطة تحدث فيها المهندس فخر، البناء.
البناء الوطني يجب أن يراعي الخطر الزلزالي، ويجب أن يراعي أيضا الخطر التراكمي لنوع التربة وما إلى ذلك. لكن إذا لقيت سيدتي أمر واقع، في بعض إحنا عندنا بعض الأحياء والمدن مبنية بطريقة، لأنها كانت مبنية قديما، مبنية بطريقة مكتظة في مناطق وعرة وجبلية، هون علينا أنه إحنا نتكيف. لذلك الأخوان في الدفاع المدني مشكورين، وبعد ما حدث انهيار عمارة الويبدة قاموا بشراء معدات متخصصة لإزالة الحطام في المناطق الصعبة والوعرة جبلية. نعم دكتور أحمد، أنا بدي أرجع لإلك وحتى بدي أسألك أسئلة يعني بتنعكس علينا كمواطنين موجودين في بيوتنا وفي مؤسساتنا، كيف ممكن نتصرف؟ بس اسمح لي أنتقل للمهندس صخر، ويمكن السؤال اللي صار لازم نلاقي له جواب علمي، لأنه برجع بحكي لك احنا من هون وهناك دائما قاعدين عم نسمع اخبار ومش متاكدين من دقتها. هل الاردن تعتبر منطقه نشطه زلزاليا؟ وهل الاردن بمعزل اليوم؟ يعني احنا عم نحكي عن تركيا وسوريا ما هم جنبنا، لبنان ايضا تعرضت الى زلزال، والمغرب صحيح بعيد بس احنا بنحس انه بيشبهنا اهلنا، فنحن من ضمن نفس الاطار ونفس المنطقه. هل بالفعل نحن اليوم بمعزل عن هذا الخطر، وان كنا معرضين لخطر مثل خطر الزلزال، كيف بتصنفنا؟ شكرا. الحقيقه ما تفضلت فيه سليم، انه نسمع من هنا ومن هناك. سبب ذلك انه غياب الثقافه الزلزاليه، وهذه انا اسميتها الثقافه الزلزاليه، هي جزء من ثقافه الكوارث الطبيعيه. ولكن لابد ان يعاد النظر في الثقافه، في بث هذه الثقافه اعلاميا كما تعملون الان من المدارس التنشئة الأولى والجامعات كمستوعب كبير لأبنائنا الطلبة. الأردن زلزاليا تاريخيا يصنف بأنه زلزاليته متوسطة إلى ضعيفة، وبالتالي خط المتوقع يكون فيه دائما زلزال هو حفرة الانهدام على صدع البحر الميت التحويلي الممتد من جنوبا إلى جنوب تركيا، يصل إلى أواسط أثيوبيا، وبالتالي هذا الفالق العظيم هو مهيأ وبيئة أنه يكون في زلزال. ولكن ما حجم هذا الزلزال وما نوعه؟ لذلك إحنا بالأردن بنشهد في العام مئات 200 300 زلزال، جزء كبير 80% لا نشعر فيه لأنه دون الثلاث درجات مئوية. واليوم هذا بالفضل الله أمر جيد ومحمود، لأنه هذا تحرير تدريجي للطاقة، على أن لا تبقى الطاقة مختزنة في باطن الأرض لفترات طويلة ثم يعبر عنها بزلزال قوي. وهذا ما حصل في المغرب، الصدع الساكن هذا الذي يمر بأغادير كان في 1960 عمل زلزال 5.4 درجة، اليوم عمل 7، نتيجة فترة السكون على سنوات طويلة تراكمت الإجهادات وتخزنت طاقة هائلة تم التعبير عنها. الأردن والمنطقة العربية إجمالا ليست بمنأى أنه يكون ما تكون زلزالية، هي ضمن النطاق، ولكن هذا النطاق المتوسط والضعيف. وإن كان هنالك استثناء عام 1927 كان في زلزال فلسطين 6 درجات، ولكن إحنا السمة العامة لأن الصفيحة العربية الموجود عليها الأردن والمقابل لها صفيحة سيناء فلسطين، الحركة بين هاتين الصفيحتين ليست تصادمية كما هو الحال في شمال سوريا وجنوب تركيا. الصفيحة العربية تتحرك باتجاه الصفيحة الأناضولية وصفيحة الأسيوية، وهذا نوع تصادمي يولد زلازل كبيرة. نعم. وتركيا معتادة تاريخيا على هذه الزلازل لأن طبيعة التكتونية الأرض مهيئة لذلك. منطقتنا بلاد الشام، سوريا، مصر، سوريا وفلسطين ولبنان من الزلزالية المتوسطة إلى الضعيفة. مصر كذلك الأمر، في جنوبها حدث في زلزال في وقت ما، الجزائر حدث فيها، المغرب. ولكن معظم هذه الزلزال باستثناء هذا الزلزال الأخير للمغرب جعلها من اللاعبين الكبار بحصوله على 7 درجة. ولكن أود أن أشير إلى نقطة مهمة والدكتور ممكن يأيدني فيها، الضرر المترتب نتيجة حدوث الزلزال ليس معياريته فقط قوة الزلزال، هنالك معايير أخرى تؤخذ بالاعتبار، الكثافة السكانية، طبيعة الصخور،
الفالق الذي جرى عليه، توقيت الزلزال هل هو مساء أم صباحا أو بعد الظهر، لأنه طبيعة حياة الناس بتكون إما داخل المنازل أو خارجها. نعم. الدعم اللوجستي، سرعة الاستجابة الأولى، طبيعة الفالق. الفالق الذي جرى عليه الزلزال في المغرب هو فالق عكسي أدى إلى إزاحة عمودية، بينما في تركيا كانت إزاحة أفقية وبعتمد على عمق الزلزال وكل هذه الأمور. إذن المعيار ليس فقط قوة الزلزال، معايير أخرى، كودات البناء، وإحنا من فضل الله بدأنا نطبق من فترة طويلة نظام كودات البناء. ما أطلبه أن يكون لدى هذه الحافة الغربية من عجلون إلى العقبة في سلسلة الجبال الغربية أن يكون هناك تطبيق ومراعاة لشروط البناء. نعم، بدي أشكرك كل الشكر مهندس صخر النسور المختص في علوم الأرض والجيولوجيا، وبدي أختم مع الدكتور أحمد إنعمات. وسريعا، يمكن أكثر شيء بتبادر لذهن المواطنين دائما، كيف وضع مؤسساتنا الصحية اليوم لاستيعاب لا سمح الله لا قدر الله، يعني لو صار وكان في زلزال بهذا الحجم؟ شكرا سيدتي. بدي أعقب على نقطة تحدث فيها المهندس صخر. نعم، هناك مقياس اسمه ميركالي، هو مقياس يقيس شدة تأثير الزلزال. نعم. ويدخل فيه عوامل كثيرة، أنا بدي أحكي هيك بعشرين ثانية. إن الأردن من الدول اللي ما فيها نظام معماري أكثر من 5 طوابق بالغالب. مدارسنا مثلا أغلبها طابقين، إذا وقع الزلزال في منطقة صخرية يكون تأثيره أقل، تطبيق الكودات الزلزالية وما إلى ذلك. لكن عودة على سؤالك سيدتي، موضوع جاهزية القطاع الصحي، قبل كورونا كانت جاهزية القطاع الصحي جاهزية خدمية، يعني أنه القطاع الصحي قادر على القيام بمهامه الخدمية. بعد الكورونا أصبح القطاع الصحي قطاع مرن وقطاع رصين. إيش يعني رصين؟ يعني يستطيع أن يستوعب عدد كبير من الإصابات في وقت قصير. من ضمن الخطة الوطنية سيدتي اللي هو زيادة تدريب الكوادر المتطوعة على عمليات الإسعاف والإخلاء. هذا كان ضروريا، وفي عندنا مبدأ اسمه الأمة في مواجهة الأزمة، يعني يجب أن تكون كل الإمكانات الوطنية موضوعة بيد صانع القرار لتخفيف من أثار الزلزال. اليوم عندنا إمكانية لعمل أكثر من 12 مستشفى ميداني في كل محافظة، مستشفى أو اثنين خلال سويعات قليلة. عندنا اليوم إمكانية لاستخدام مرافق القطاع الخاص، لا بل حتى استخدام المدارس كمستشفيات متنقلة. هذه الليونة احنا اختبرناها بالخطة الوطنية عام 2019، اختبرناها بجزئيات بسيطة في عدة تمارين، وراح نختبرها ان شاء الله في التمرين القادم. اللي بيهمنا ستي دائما، وانا بكررها واظني اعيدها، ان المواطن هو الحلقة الاقوى. مواطننا بوعيه ومعرفته ودرايته يستطيع ان يخفف كثيرا من اثر الزلزال ان وقع لا قدر الله. نعم. اذا اتبع الاجراءات والارشادات الموجوده. هاي الاجراءات، هاي الارشادات، كيف اليوم رح يعرف عنها المواطن؟ هل رح يكون في تدريبات للمواطنين في داخل المؤسسات، في العائلات مثلا، ربات المنازل، هل رح يتعرضوا لهذا التدريب؟ احنا ستي اشكرك، سؤالك مهم. احنا بدانا بتمريننا، رح يكون في عندنا اخلاء عشرات المدارس. وبدأنا برنامج بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد التي نشكرها كثيرا على اهتمامها بالمتطوعين، لتدريب المعلمين وطلاب الصفوف الثانوية على عملية الإخلاء في المدارس. هذا واحد. اثنين، المنشآت الحيوية في المملكة، ولما نقول منشآت حيوية بحكي عن مصانع، بحكي عن مخابز، بحكي عن مجمعات تجارية كبيرة، تم تطبيق عن طريق الإخوة في الدفاع المدني لديها تمارين إخلاء. نعم. لا بل حاليا في اشتراطات البناء لا يشترط فقط وجود نظام انذار الحريق، بل وجود مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وما الى ذلك. لكن نعم. نعود ونقول، وانتم هيك بتقوموا بدور ايجابي سيدتي كاعلام، علينا ان نرسخ الثقافه الفرديه والمؤسسيه في التعامل مع الازمات من حيث التفكير في هذه الارشادات وعدم اللجوء لحالة طب الهلع معلش أعذرني التي من خلالها بتصير في عندنا خسائر. معلش احنا عشان الوقت، اليوم ممكن يكون في عبر الانترنت على سبيل المثال تدريبات ما معينة، وتحديدا احنا عم نحكي عن الفئة اللي لا تعمل اليوم ومش موجودة في المدارس.
نعم سيدتي، هو مقترح ممتاز. احنا في المركز الوطني لإدارة الأزمات نشرنا وننشر بشكل سنوي تحذيرات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع الزلازل، والأخوان في مديرية الأمن العام الدفاع المدني تحديدا قاموا بذلك، لكن واجبنا أن نكثف ونكرر من ذلك حتى نخلق ثقافة أكثر من كونها نقطة معلوماتية. نعم، أنا بدي أشكرك كل الشكر دكتور أحمد نعيمات الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. ملخص المحور، يعني الأردن اليوم تصنف بأنها ليست من المناطق اللي ممكن يصير فيها زلازل عنيفة، وبنفس الوقت لما بنقيس قديش هذا الزلزال قد يؤثر على الناس ما منقيسه بس بقديش درجة كان قوي أو لا، بالعكس بسرعة الاستجابة. على صعيد آخر واضح بأنه هناك الكثير من الإجراءات الوقائية لحتى لا سمح الله لا قدر الله لو نحطينا بهيك موقف نكون مستعدين لتخفيف وطأة المأساة.